احنا بنحاول نكلم الاستاذ امير اباظه رئيس جمعيه رئيس مهرجان اسكندريه السينمائي الحالي الحقيقه موبايله خارج الخدمه. النهارده هختم برحل عن عالمنا وزير العدل الحديدي مستشار ممدوح مرعي اليوم وبمناسبه الاسكندريه، ودفن في الاسكندريه ولم يحضر المحافظ او اي مسؤول الجنازه، بس المحافظ قال في تصريح صحفي انه ما حدش بلغه بخبر رحيل هذا الوزير اللي واحد من اشهر وزراء العدل في تاريخ مصر الحديث. وبمناسبه الوفاه انا قريت خبر الصبح عن يعني رحيل احمد عمر هاشم الداعيه والدكتور استاذ الحديث، لكن هو نفاه بعد الظهر وقال انه دي اشاعه وادعو الله الانتقام من مروجي الاشاعات، واحنا بنضم صوتنا لصوتك وربنا يديك طول العمر يا مولانا. بعد الفاصل هنتلقى رسائلكم وتليفوناتكم وهنستقبل ضيوفنا وهنزع لكم تقرير مهم جدا من جهود وزارة الدولة.